محمد محمود لاعب النادي الأهلي حتى هذه اللحظة رسميا، وحتى هذه اللحظة هناك اشتباه في إصابة محمد محمود بالرباط الصليبي. حتى هذه اللحظة اللي أنا بتكلم مع حضراتكم فيها، محمد محمود عنده اشتباه في الرباط الصليبي في الرجل التانية. أنا كلمت محمد الحقيقة عشان أطمن، عايز أطمن منه. إحساسه الشخصي، إحساسه الشخصي إن هو عنده رباط صليبي، لأن هو جربه قبل كده. أنا الحقيقة قلت له محمد حتى لو لا قدر الله طلع عندك رباط صليبي، جمهور النادي الأهلي هينتظرك، وجمهور النادي الأهلي بيثق فيك وعارف قد إيه أنت راجل هتموت نفسك خلال الفترة اللي جاية وتمن تسع شهور وترجع أفضل من الأول كمان. ولكن حتى هذه اللحظة لم يتضح رسميا أن محمد محمود عنده رباط صليبي في الرجل الأخرى. أنا كلمته بشكل شخصي بصراحة، عايز أطمن عليه، وعايز لأن جالي الحقيقة كلمات مؤثرة جدا في محمد محمود خلال من ساعة لما تم الإعلان عن اشتباه في إصابته بالرباط الصليبي مرة أخرى ولكن في الرجل الثانية، فجالنا كلام كتير جدا عن محمد محمود، فحبيت إن أنا أطمن منه. هو بيقول لي إحساسي أنا حاسس إن هي رباط صليبي، ولكن ما أقدرش أقول كده إلا لما أشوف الإشاعة. فخلينا ننتظر لبكرة، لعل الأمل ولو كان ضعيفا، لعل الأمل ولو كان ضعيفا، إن شاء الله يكون، نتمنى إن هو ده اللي يحصل، نتمنى إن هو ده الأمل الضعيف ده هو اللي يحصل، لأنه إحساسه الشخصي والأشعة أو التشخيص المبدئي بيقول إن هو اشتباه في قطع في الرباط الصليبي في الرجل الأخرى. اتمنى يا رب ان شاء الله بكره هيكون اكيد عندكم الخبر اليقين في هذا الموضوع علشان نطمن على محمد محمود. ولو حتى محمد محمود جاله او تم التاكد بنسبه 100% ان هو عنده قطع في الرباط الصليبي، انا متاكد من دعم كل جمهور النادي الاهلي له. عايز اقول لحضراتكم ان واحد من اعظم اللاعبين في وسط الملعب، واحد زي اسمه حسني عبد ربه، واحد من افضل اللاعبين اللي لعبوا في وسط الملعب سواء في النادي الاسماعيلي او في منتخب مصر، حسني جاله مرتين او ثلاثه رباط صليبي وكمل وكان احسن من الاول كمان. احمد حجازي بالمناسبه واحد من افضل اللاعبين اللي موجودين ومحترف في الدوري الانجليزي، وحضراتكم عارفين يعني ايه محترف في الدوري حتى لو كانت الدرجه الثانيه، ولكن محترف في الدوري الانجليزي، وعارفين قد ايه الامور الطبيه بتبقى هناك قويه جدا 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 علشان تحترف في الدوري الانجليزي. احمد حجازي عمل مرتين رباط صليبي وفي وقت قريب جدا، وناس كتيره قالت ان هو كذا وكذا وكذا وان هو هيبطل وان هو كذا، ولكن احمد حجازي رجع افضل من الاول وراح لعب منتخب مصر، والكل بيطالب دائما بوجود احمد حجازي في منتخبنا الوطني، وايضا واحد من العناصر الاساسيه في النادي الاهلي لفترات طويله ومنتخب مصر لفترات طويله، ودلوقتي ايضا في الدوري الانجليزي في الدرجه الثانيه. نتمنى يا رب لمحمد محمود ان شاء الله ولو كانت النسبه في عدم وجود رباط صليبي هي قليله، ولكن نتمنى يا رب ان شاء الله ان النسبه القليله دي تتحقق بكره لما يحصل الاشاعه ان شاء الله الاخيره، هيتبين كل شيء خلال اليومين ثلاثه القادمه.